السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخباركم جريد 5 عاملين إيه في الامتحانات؟ يا رب كلكم تكونوا كده يعني إيه إكسلنت جدا جدا في الامتحانات. لو نقصت درجة أو درجتين مش مشكلة، أهم حاجة تكون فاهم المادة، أهم حاجة تكون عامل اللي عليك ومذاكر كويس. النهاردة إن شاء الله آخر ريفيجن معانا في شهر نوفمبر، هتكون عن مادة الماس وهتكون من كتاب بني. حل كتير في الماس، أهم حاجة في الدنيا دي في الماس إنك تحل بإيدك، تمسك ورقة وقلم وبإيدك وتحل. أنا هشوف المسألة ونحلها وافهمها، وبإيدك شوف أنت كنت هتكتب إيه أو هتحلها إزاي. يلا بينا جريد 5. First choose 7 and 5 tenths. Time is space equal 0 point or 75 thousands. أنا عملت times والtimes هنا قلل معايا النمبر. عامل إيه إن times قلل معايا النمبرز؟ يبقى أكيد أنا كنت بعمل في times مع point. دي أول حاجة عندي أنا فهمتها. طب أنا عندي الديجيت بتاعي أو البوينت بتاعتي، لو أنتوا هتتكلموا عن البوينت. البوينت اتحركت ازاي؟ اتحركت ليفت. طب اتحركت بكام ديجيت؟ اتحركت ب 7 وكمان عندها 1، يعني 7 ومعاها ديجيت تاني. يبقى اتحركت بكام؟ ب 0 1 يا جريد 5. ليه؟ انا حركت البوينت عندي 2 ديجيتس. انا حركتها كام؟ 2 ديجيتس. حركتها بعد ال 7 وبعد ال 0، يبقى عندي 2 ديجيتس افتر بوينت. طب يلا كمان 1.5 أو 1 and 5 tenths times 5 and 1 tenths. قلنا بقول لنفسي إن أنا البوينت هنا 1 والبوينت هنا after 1، يبقى الريزلت أو البرودكت اللي ناتج هتكون البليس أو البوينت after 2 places. وأعمل times عادي جدا ما بين النمبرز اللي موجودة. 1 times 5 5، 1 times 1 equal 1. 5 times لا يا ميس، اقف ثواني، انت جيتي عند ال 10 قبل ما تعملي اي حاجه، نزلي الزيرو. برافو عليكم جريد 5. 5 times 5 equal 25، 5 carry up 2، 5 times 1 equal 5 plus 2 equal 7. وبعد كده بنعمل بلس 5 1 plus 5 6 و7 تنزل معايا. طب ايه رأيكم هنعمل الرقم ده ونختار بسرعة الرقم ده؟ طبعا it's no، لا ما ينفعش. امال ايه؟ انا عندي لسه ان انا لازم احط البوينت بتاعتي افتر وراها 2 digits، لازم وراها تكون وراها 2 digits. طب فينهم 1 2 وادي البوينت. يبقى الانسر بتاعتي 7 and 65 hundreds. when النمبر ده يحصل له multiply by 10 the place value of 6. طب تعالوا الأول نعمل التايمز. بعمل تايمز مع الملتبلاي 10، يبقى أنا هحرك الديجيتس بتاعتي، هحرك الديجيتس بتاعتي ناحية مين؟ برافو، ناحية الرايت، ناحية الرايت. يبقى الأنسر بتاعتها تبقى إيه؟ 4.6. وليه ما أخدتش ال 6؟ علشان أنا عندي 0 1، 1 0 1 بوينت بس، 1 0 يبقى عندي 1 ديجيتس بس هو اللي يتحرك. طب ال 6 هنا وقعت فين؟ وقعت في ال 10. وقعت في ال 10 دي؟ لا، ده ال 10 دي هي ال 5، اما هي وقعت في ال 10. نمبر 4 7 and 5 tenths times 100، نفس الحكايه الرقم عندي هيكبر. يبقى عندي بوينت هحركها ازاي؟ هحرك البوينت ناحية مين؟ برافو، ناحية الرايت، ناحية الرايت. بكم ديجيتس؟ ب 2. طب ما عنديش غير 1، يبقى ازود 0. يبقى الانسر 7 5 0 point. خلاص ما انا ما عنديش هنا غير 0، يبقى ما عنديش اصلا البوينت، ما اكتبهاش. يبقى الانسر بتاعتي 750. يبقى احنا دلوقتي عرفنا لو انا بعمل مع 100 او 10 بحرك البوينت بتاعتي ناحية الرايت. لو أنا بعمل تايمز مع 0.1 0.2 0.1، أنا بحرك البوينت بتاعتي ناحية الليفت. أوكي يلا بينا. The remainder of the division
باقي الاسم ده is. تعالوا نعمله، احنا مش معانا حاجة. ادي الاسم بتحت 2 5 4 1 5. طبعا تعمل باي طريقة انت مرتاح لها، المهم انك انت تطلع ناتج. اوكي، طب 2 divided 5 it can't be. هناخد 25 25 divided 5 equal 5 5 times 5 equal 25. هعمل subtract، هنزل 0 0، هنزل الفور bring down الفور، 4 divided 5 it can't be، انزل 0، انزل ال 1 41 divided 5. اقرب حاجة ليها في تيبل 5 هي ال 8 8 times 5 equal 40 minus equal 1. يبقى عندي الانسر او الكوشنت بتاعتي 508 والريميندر عندي 1 والريميندر عندي 1. طب يلا بينا نكمل 6. قلنا بقول لنفسي انا عندي البوينت هنا وراها 1 digits، هنا وراها 1 digits، يبقى الريزلت هتكون after 2 digits. ونفس ما اخدنا هنعمل multiply، طبعا برضو نفس الحكاية هتعمل multiply بأي استراتيجي انت عايزها، سواء الاريا سواء الالجوريزم او الحاجة الستاندرد، اي حاجة انت عايزها. يلا بينا نعملها، نشطب دي ونعملها نعملها اريا اريا موديل. ليه؟ علشان نكون اتعرضنا لكل انواع المالتيبليكيشن علشان تكون داخل الامتحان وانت ايه مراجع عليهم كلهم. يلا بينا، عندي فوق مين؟ عندي فوق انا هعمل تايمز ما بين 152 مع 115، والناتج بعد كده اشوف احط فيه البوينت براحتي. عندي هنا ال1 ده عبارة عن 10 وال5 دي عبارة عن 5، عندي هنا عبارة عن 2 ودي 50 واخيرا ال100. يبقى انا كل ان انا عملتهم ان انا فردتهم، دي 2 ودي 50 ودي 100. همسك 10 تايمز 100 0 1 2 عندي 3 زيروز و 1، عندي 3 زيروز و 1. همسك 10 تايمز 50 2 زيروز و 1 تايمز 5 equal 5، 10 تايمز 2 equal 20. طب يلا بينا، 5 تايمز 100 500، 5 تايمز 50 5 تايمز 0 0 5 تايمز 5 25، واخيرا 5 تايمز 2 ايكوال 10. المفروض بقى دلوقتي انك هتعمل اديشن لكل الارقام دي. قلت لكم علشان ما تغلطوش اعملوا اديشن للي فوق وحدهم واعملوا اديشن للي تحت وحدهم وبعد كده ضيفوا الرقمين. اوكي، طب ادي 1500 1520، يبقى اللي فوق 1520. اوكي، 1520. طب اللي تحت، اللي تحت ما فيهوش بقى ايه 1000، فانت ممكن تعملهم كده لو انت مش عارف تعمل تايمز بعني سوري تعمل اديشن بعينيك. 0 0 5 1 6 5 2 7، يبقى انا هعمل مع ده 7 6 0. انا بسهلها لكم، انت المفروض تحطهم كلهم تحت بعض وتعمل لهم اديشن. ادي 0 2 بلس 6 8 5 بلس 7 12 دي 8. وعذرا للناس اللي بتشتكي من الخط، عذرا عذرا عذرا. 5 تايمز 7 12 2 كاري اب 1 1 بلس 1 ايكوال 2. دي الانسر. اروح مختارها، اروح مختار 2280؟ لا طبعا. ليه؟ انا عندي لسه بوينت عايز اقرر انا احطها فين. طب واحنا قررنا هنحطها فين؟ لازم يبقى وراها 2 digits. طب هنبدا من هنا؟ لا، هتبدا من هنا يا شاطر. عد معايا 1 2، يبقى البوينت هتبقى هنا، البوينت هتبقى ايه هنا. طب يا ميس مش موجوده الاجابه دي؟ موجوده، بس خد بالك الزيرو هنا ملوش اي لازمه، يبقى موجوده 22.8. معايا جونيور 5؟ يلا بينا نكمل نمبر 7. نفس الفكرة، انك هتاخد انك تقول دي افتر 1 ودي افتر 1، يبقى الانسر بتاعتي او البرودكت بتاعتي هتكون البوينت افتر 2 ديجيتس، وهتعمل تايمز ما بين ال 32 تايمز 15 زي ما عملناها بالاريا موديل او بالستاندرد ستاندرد واي، طريقة اللي هي تعمل تايمز ما بين 5 تعمل لها تايمز هنا وبعد كده تعمل لل 1 تايمز هنا، او عن طريق البارشيال، كلهم مشروحين في الفيديوهات اللي فاتت. فالانسر بتاعتي المفروض هتبقى 48،
480. الانسر بتاعتي هتبقى 480. اوكي طب انت عايز التو بعد كام؟ البوينت عندك بعد كام؟ افتر هيبقى وراها 2 ديجيتس اهم 1 2 يبقى هتبقى هنا. طب ما عنديش دي بس عندي 48، عندي 4 and 8 tens. اوكي طب سامح بوت 3 بوكس، الولد اللي اسمه سامح اشترى 3 بوكس. The price of one book، الكتاب الواحد الرقم ده. سامح بيت دفع كام؟ عادي هقول يا مس ان هو اخد ده كلهم الكتاب الواحد تمنه ده يا مس. طب هو اشترى كام؟ هعمل تايمز 3. اوكي طب ميس اعمل ايه؟ ده عندي بوينت ولا حاجه. اعمل المساله 325 تايمز 3 وحط في بالك ان البوينت هنا افتر 2 يبقى لازم ان البرودكت بتاعك يكون بعديه افتر 2. يلا بينا نعملها. 3 تايمز 5 15 5 كاري اب 1. 3 تايمز 2 6 بلس 1 ايكوال 7. 3 تايمز 3 ايكوال 9. والانسر بتاعي بعد كام؟ بعد 2 ديجيتس يبقى هيبقى هنا برضو بعد 2 ديجيتس يبقى الانسر بتاعي 975. يلا بينا نكمل. 4.6 تايمز كام يديني 4600. النمبرز عندي كبر جدا، النمبرز عندي كبر جدا يبقى انا عملت له في ال100 ال10 ال1000. طب عايز احدد البوينت عندي المفروض ان هي بقيت هنا. اوكي المفروض ان انا البوينت عندي هنا بس مش بكتبها. طب اتحركت قد ايه؟ اول حاجه اتحركت رايت كام واحد؟ 1 2 3. ليه؟ شايفين 1 2 3 يبقى البوينت اتحركت ايه؟ 3. يبقى الانسر عندي هنزل 3 زيروز. نمبر 11 بتقول the problem represents the corresponding model. الموديل اللي قدامك هو عباره عن ان ده الديفايزرز، لازم تعرف اساميهم كمان. ده اسمه divisors by وده اسمه dividend وكمان الناتج او اللي بيخرج اسمه quotient. اسمه ايه؟ quotient. طب ده بيكون الاول اهو 16884 divided by 42 يبقى الانسر بتاعي. نمبر 12 بيقول لي حط more than less than or equal to. طب تعالوا نعمل يلا التايمز، ادي 0 وادي 0 يبقى ادي 2 zeros و 3 times 6 equal 18 يبقى الانسر هنا 1800. طب تعالوا نعمل دي هطير الزيرو ده مع الزيرو ده يتفضل عندي 360 divided 2. طب يلا بينا نعملها مع بعضينا. 360 divided 2 3 divided 2 equal 1. أقرب حاجة في table 2 للي 3 هي 2. 1 times 2 equal 2 minus يتفضل عندي 1 bring up 6. 60 divided 2 equal 8. 8 times 2 equals 16 minus 0 و 0 divided 2 equals 0 يبقى الانسر دي 1800 ودي 180 يبقى من الاكبر رافو دي more than. Number 13 the divisors in the opposite division. Problem is الديفايزرز هنا مين؟ تعالوا بس الاول نعرفها او نفهمها. ده هو الديفايزر يبقى دي هي الاجابة. بأول حاجة الديفايزر بيتكتب على الناحية دي. اوكي طب ده هو الديفايدنت. ده هو مين؟ الديفايدنت. ده هو مين؟ الديفايدنت. ده هو مين؟ الديفايدنت. اوكي وده هو الكوشنت وده هو مين؟ الكوشنت وده هو مين؟ الكوشنت. يبقى انا عندي الديفايزرز اهو، الكوشنت او الناتج اهو، وده الديفايدنت. يوم اللي عايز اكتب المسألة دي فبكتبها كده 12 والكوشن 208. طب هل عندي ريميندر؟ عندي ريميندر. الار بتاعتي 4، الريميندر بتاعي بقى اهو 4. اوكي طب دي مش هنعملها لان هي سهله، اعملوها انتوا بقى. ذا ريميندر اوف ذا ديفيجن نفس الحكايه، تعالوا نعملها بسرعه. 307 divided 7 3 divided 7 it can't be، اخد اللي جنبها تبقى 30. اقرب حاجه في تيبل 7 ليه الثيرتي هي مين؟ جريد 5 برافو هي 28. طب جت منين؟ 7 تايمز 4 ايكوال 28. اقرب حاجه للثيرتي 28 جت من الفور يبقى ناخد الفور. 4 تايمز 7 ايكوال 28. اعمل ماينس واحنا قلنا نستخدم فازر ماذر سيستر براذر فايندنج النمبر انا وجدته. اعمل ملتبليكيشن، عملت ملتبليكيشن ما بين الفور والسيفن يبقى 28.
اعمل سبتراكت، يلا نعمل سبتراكت. 0 minus 8 it can't be، تبقى اعمل لها برو، 3 تبقى 2، ال 0 become 10. 10 minus 2 8 تبقى 2، اعمل bring down بعد السيستر، اعمل bring down ال 7. 27 divided 7، 27 divided 7. هل عندي 27 divided 7؟ لا، بس في حاجة قريبة. ايه الحاجة القريبة؟ برافو عليكم، الحاجة القريبة ل 27 هي 7 times 3. 7 times 3 equal 21، equal 21. يبقى عندي هنا ال 3. 3 times 7 equal 7 equal 21. أعمل minus، تفضل عندي 6. يبقى الأنسر عندي 43. ما بيسألش عن الكوشة، بيسأل عن إيه؟ عن الريمندر. طب والريمندر عندي كام؟ برافو عليكو، الريمندر عندي 6. أوكي؟ طب يلا بينا. عندي النمبرز ده 70 times 500. اعملوا 70 times 5 عادي جدا، وبعد كده نقول ان الانسر بتاعتي او البرودكت بتاعتي لازم يكون after 2 digits. 5 times 0 0، 5 times 7 35. اوكي تعالوا نعد بقى البوينت، هتكون بعديها كام؟ 2. يبقى ادي 1 2، يبقى البوينت هتبقى هنا، البوينت هتبقى ايه؟ هنا. طب انا عندي الانسرز دي؟ لا، ليه؟ علشان انا لازم احذف الزيرو. يبقى الانسر 3.5. طب تعالوا نعمل دي، يلا بينا. الانسر دي هنقول لنفسي ده افتر 1، ده افتر 2، البرودكت افتر 3، واعمل تايمز ما بين ال 74 تايمز 29، 9 تايمز 4 36، 6 كاري اب 3، 9 تايمز 7 63، ما تتلخبطش ما تتلخبطش، ولو اتلخبطت على جنب كده واكتب 63. وعندك 6 سوري، وعندك 3 هي اللي هي اللي كانت كاري اب، يبقى اضيفها 3 plus 3 6، يبقى 66. اكتبها. طب يلا بينا، جينا عند التنز ننزل 0. 2 times 4 8، 2 times 7 14، اعمل بلس 6 plus 8 14، 4 كاري اب 1، 1 plus 6 7، 7 plus 4 11، 1 carry up 1، 1 plus 1 equal 2. اختار الانسرز دي؟ لا طبعا، انا فاهم وشاطر وكمان مركز. انا عندي point after 3، يعني لازم البوينت بتاعتي يكون وراها 3 digits. تعالوا عدهم، نعد من هنا؟ لا من هنا، 1 2 3. يبقى الانسر بتاعتي عبارة عن 2 and 146,000. تاني 2 and 146,000. نمبر 18 بتقول 1800 تايمز نقط equal 18. الرقم عندي هنا L صغير، يبقى أنا عملت تايمز مع ديسيمال، عملت تايمز مع إيه؟ مع ديسيمال. طب أنا عندي هنا مفيش بوينت، البوينت موجودة هنا مش محطوطة. طب أنا مشيت البوينت إزاي؟ أنا حركت البوينت ناحية الليفت. طب حركتها كام؟ حركتها 2 1 2. طب يبقى عبارة عن 0 point، وانا عندي 2 digits after 2 digits after point، اللي هيبقى 0 وكمان معاها 1، 0 وكمان معاها مين؟ 1. طب اللي بعدها 12 times 400، قلنا بنعمل 12 times 4 من غير البوينت، 4 times 2 8، 4 times 1 4. طب انا عندي البوينت هنا وراها كام ديجيتس؟ وراها 2، يبقى نفس الحكايه، الديجيتس عندي في الريزلت افتر 2، يبقى وراها 2، يبقى الانسر دي. نمبر 21 مش هنحل كل الاسئله، هنختار الاسئله اللي اتكررت وفكرتها اتكررت مش هنحلها. 211 تايمز 1 نفس الحكايه، هعمل 211 تايمز 1 اللي هي ب 211، واشوف البوينت بعد كام وراها كام ديجيتس؟ وراها 2، يبقى عندي برضو 2 ديجيتس في الريزلت، هتبقى 2 and 1100. نمبر 23، 40 تايمز كام؟ يدينا 80 تايمز 500. طب بالراحه كده، مش ال 5 تايمز 8 هي ال 4؟ صحيح، 5 times 8 equal 40.
اتفضل كم عندي؟ ادي 0 وادي 2 zeros. يبقى time is 1000. time is ايه؟ 1000. تاني احنا جبناها ازاي دي؟ تاني دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن اعملوها او طلعوا الايكويشن البرودكت بتاعها. ادي عندي 3 zeros 1 2 3 و 5 times 8 40. اوكي طب ال 40 دي عشان تبقى 40,000 اعمل لها ايه؟ تايمز مع 1000 تايمز مع 1000 هناخد 28 بتقول 532 and 4 tenths تايمز كام؟ يديني 5 and 324 thousandths. طب خدوا بالكم انا هنا قللت النمبرز، يعني انا مشيت البوينت معايا ناحيه الليفت سايد. طب ومشيتها بكام؟ يلا نعد الديجيتس. مشيتها ب 1 2، مشيتها ب 1 2، وانا كده قللت النمبر. يبقى ال 1 2 دول ايه؟ دول ديسيمال 1 2. اوكي يلا بينا نكمل. هناخد نمبر 30. if the product of w times 3 is 45، ايه النمبرز اللي انا اعمله تايمز مع 3 يديني 45؟ اكيد ال 15. كاني بقول لك اعمل 45 divided by 3. Number 31. When dividing 40 by 8 and then subtract the result from 1005, the result is. طب اوكي 40 by 8 اللي هي equal 5. 40 divided by 8 او 40 by 8 equal 5. خد ال 5 دي اعمل لها subtract من numbers ده. 1005 minus 5 equal 1000. Number 32. The dividend n، الديفايدنت في الرقم ده انت لازم تكون عارف ان ده الديفايدنت، ده الديفايزرز وده الكوشنت، فالديفايدنت هو 428. نمبر 36. 0.01 او 100 تايمز كام يديني 45؟ اكيد هيديني 45، بس انا عايزه اعمل البوينت. عايزه اعمل ايه؟ البوينت. طب البوينت هنا after 2، البوينت هنا after 3، يبقى انا عايزه 1 بوينت هنا. عايزه ايه؟ 1 بوينت. يبقى الانسر بتاعتي هتبقى 4.5. ليه؟ هنا عندي 2، هنا after 1 1 plus 2 equals 3، يبقى عندي البوينت after 3. طب تعالوا كمان نعمل دي، ليها كذا حل، يا اما تحولها يا اما تعملها عادي. انا بفضل ان انا احولها علشان ما تغلطوش. 0.3 times 0.5، هنا عندي 1 هنا عندي 1، يبقى الناتج المفروض يبقى بعد 2. 5 times 3 equal 15، وافتر 2 يبقى ال 15 كلها افتر بوينت، يبقى الناتج عندي افتر 15 hundredths. تعالوا كمان نكمل معانا. انا بختار الاسئله اللي احنا ما حلناش عليها فكره. الاستيميشن احنا ما حلناش ولا واحده استيميشن. هنا بيقول لي اعمل استيميت بس للهول نمبر، فبقف عند الهول نمبر الوك على اللي قبله، اللي قبله 8، ال 8 دي هابي، تعمل كاري اب او تعمل انكريز لل 2 باي 1 فهتبقى 30 تايمز. برضه نفس الحكايه، هقف عند الهول نمبر ال 1 ده ساد ما يعملش حاجه لل 1، فال 1 ده يفضل 10 times 30 2 zeros ينزلوا، و 1 times 3 equals 3. نفس الحكاية نعمل نمبر 17 كمان، نكتبها. دي عبارة عن 500 اهي و 4 tenths times 4 tenths. اوكي هنا الديجيتس after 2، هنا الديجيتس after 1، الريزلت هتكون after 3. 4 times 5 equal 20، انا ما عنديش غير 20، ازود 0 واحط البوينت، يبقى عبارة عن 0.020، او هي عبارة عن 2A 20A 20A أو 2A 200. برافو عليكم 200، أو لو أنت عايز تكتبها 20,000، أي حاجة منهم صح، إنهم هم أصلا أساسين. يلا نعمل استيميشن كمان للتنس، فبقف عند التنس. فين التنس؟ أهو. فالفور ما تعمليش حاجة، فيبقى عبارة عن 3.2 تايمز هاف عند التنس. نفس الحكاية ال 3 مش هتعمل لي حاجة، فيبقى 5.6، واعمل تايمز ما بينهم 32 وعندي 56. 6 times 2 equal 12، 2 carry up 1.
6 times 3 equal 18 plus 1 equal 19. جيت عند ال 10 انزل 0. 5 times 2 equal 10. 0 carry up 1. 5 times 3 equal 15 plus 1 equal 16. Plus 2, 9. 1 plus 6 equal 7 وادي 1. اوكي اللي هنا البوينت افتر 1 البوينت افتر 1 يبقى البوينت افتر 2 يبقى الانسر بتاعتي 15 17 and 92 هندرز. يلا نعمل كمان واحده استيميشن. بيقول لي استيميشن للهول نمبر. هقف عند الهول نمبر ال8 هتدي ال31 يبقى تبقى 40 وال1 ال6 هتدي 1 هيبقى 20 0 وادي 0 و2 تايمز a4 ايكوال 8 عندي 30. The problem that express the opposite form is عايز بس يقول لك هي انا بعمل تايمز لمين. فانت ده ادي واحد 60 بلس 7 يبقى 67. عندك في 1000 5. عندك في 100 4. عندكش في 10 يبقى 0 وعندك 5 في 1000. خدوا بالكم انا عندي 1000 hundreds ones ما عنديش حد في التيرمز يبقى هحط مكانه ايه 0. يلا بينا نكمل. ما بيقولكش كملها بيقول لي الاكسبريس او المساله عايز المساله. اوكي the quotient of the division in the opposite form is عايز الكوشنت ده الديفايزرز ده الديفايدنت وده الكوشنت وده مين الكوشنت بس نعمل له بلس 100 يبقى 207 ده الكوشنت ده الديفايدنت وده الديفايزر وده الريميندر اللي هو 0. بيقول لي the remainder of division in the opposite form is الريميندر هنا كام؟ الريميندر هنا اخر حاجه اللي هو 0. تعالوا بقى هنعمل ال 3 examples دول. هعمل ايه هنا في 25؟ قلنا في اللونج ديفيجن او في الالجوريزم ديفيجن بتعمل التيبل بتاعك بيريحك. 1 تايمز 25 ايكوال 25 2 تايمز 25 بتكتبه كله وبعد كده باخد اول نمبرز اول ديجيت 5 ديفايدد 25 ايكوال 0 ما يصحش. هاخد بعد كده 57 نغير لون القلم بس 57 ف 57 موجودة فين 57؟ 57 موجودة هنا 57. اخد اللي قبلها اللي هو ال 50 جه منين؟ جه من 2 تايمز 25 فانا هاخد ال 2 2 تايمز اعمل ملتبليكيشن اكتب كده father mother sister brother. انا عملت او get find النمبر بعد كده بعمل multiplication ما بين النمبر وما بين الديفايزر 2 times 25 equal 50 بعد كده بعمل subtract بعمل subtract 7 minus 0 7 5 minus 5 0 بعد كده بعمل bring down لل 7 اللي عليها الدور 77 77 موجودة هنا هو بوجد الرقم اللي هو 3 بكرر العملية بعمل 3 times 25 اللي هي 75 بعمل subtract 7 minus 5 equal 2 بنزل اللي عليه الدور اللي هو 5 يبقى آخر حاجة عندي 25 موجودة عندي اللي هي 1 يبقى الكوشنت عندي هو عبارة عن 231. منساش أكتب 1 times 25 times 25 minus يبقى 0. أوكي؟ طب هنعمل كمان المسألة دي مع بعض. بعمل المسألة كده على جنب من غير بوينت خالص علشان البوينت ما تلخبطنيش. جريد 5 2 times 4 equal 8 2 times 7 equal 14 4 carry up 1 2 times 1 equal 2 plus 1 equal 3 جيت عند ال 10 أنزل 0 3 times 4 equal 12 2 carry up 1 3 times 7 equal 21 21 plus 1 21 plus 1 22 2 carry 2 3 times 1 equal 3 plus 2 equal 5 واعمل بلس 8 بلس 6 لا سوري ده 0 8 بلس 0 8 4 بلس 2 equal 6 3 بلس 2 equal 6 وادي ال 5. لو سبتها كده الانسر بتاعتك strong. ليه؟ لازم تحط البوينت. البوينت هنا عندي after 2 البوينت هنا عندي after 1 هنا بقى هيبقى after 3 يبقى البوينت الانسرز بتاعتك. المسألة دي مسألة تايمز باستخدام الاريا موديل. همسك أول واحدة ال 20 تايمز 200
عندي 2 زيروز، ادي 2 زيروز من ال 200 وادي 0 من ال 2 من ال 20، وبعد كده اقول 2 تايمز 2 اللي هي ايكوال 4. نفس الحكايه هعمل 20 تايمز 9 يبقى 0 و 9 تايمز 2 ايكوال 18. بعد كده اخد ال 3، 3 تايمز 0 0، 3 تايمز 0 0، 3 تايمز 2 ايكوال 6، و 3 تايمز 9 اللي هي 27. وبعد كده اعمل اديشن لل 4 نمبر، عندي 4000، عندي 180، وعندي 600، واهم حاجه احط كل نمبر في البليس بتاعه. ادي 0007 يبقى 7، 8 بلس 0 8، 8 بلس 2 ايكوال 10، 0 كاري اب 1، 1 بلس 0 1 بلس 1 2 بلس 6 8، وال 4 عندي تنزل يبقى 4807. اوكي، طب يلا بينا ناخد المسائل اللي هي بتبقى لفظية علشان نبقى ايه كملنا كل المسائل او كل اشكال المسائل اللي ممكن تيجي في الامتحان. بيقول لي find the number، اوجد الرقم that when divided by 15، لو انا قسمته divided by 15 its result is 112. تاني انا عندي number مثلا هسميه n، لو انا عملت له divided by 15 equal 112. اوكي، طب لو انا قلت لك n number مثلا n اللي انت تعمل له divided by 2 يديك 16، سوري يديك 8، هتقول لي يا مس دي سهلة جدا، ده 16 يا مس هي اللي انا لو عملت لها divided by 2 هتديني 8. طب عملت ايه؟ انا حافظ التيبل. طب هنا ما حافظت تيبل 15، هعمل 2 تايمز 8، هعمل 2 تايمز ايه 8. طب 2 تايمز 8 ايكوال 16. نفس الحكايه في المساله دي، بس انا قلت اجيب لكم مساله شبهها تكون انتوا ايه عارفينها وتكون صغنطوطه. طب يلا يا جريد 5 يا حبايب قلبي، هعمل تايمز ما بين ال 15 وال 112، ادي 112 تايمز 15، 5 تايمز 2 ايكوال 10، 0 كاري اب 1، 5 تايمز 1 ايكوال 5 بلس 1 ايكوال 6، 5 تايمز 1 ايكوال 5 بلس جينا عند ال 10 انزل 0، 1 تايمز 2 2، 1 تايمز 1 1 1، اجمع 0، 6 بلس 2 ايكوال 8، 5 بلس 1 ايكوال 6، وال 1 عند 10، يبقى النمبرز اللي هو عايزه 1680. اوكي يلا المساله اللي بعدها نمبر 2، A tour company شركة سياحة wanted to transport 320 tourists، عايزة تنقل عدد السياح دول، in buses في بصات، with a capacity 24 people، الباص الواحد بيشيل 24. How many bus does the company need to transport all the tourists؟ هنا مسألة division، عرفتيها ازاي يا ميس من المعنى بتاعها؟ انا عندي 320 عايزه اعمل لهم distributed او عايزه اوزعهم ما بين 24، يبقى هاخد ال 320 اوزعهم ما بين 24. طب قلنا في المسائل اللي زي كده انا بعمل ال 24 بعمل لها تيبل صغير كده، 1 تايمز 24، 2 تايمز 24، 2 تايمز 4 8، 2 تايمز 2 4. اوكي، طب همسك اول واحد 3 divided 24، طبعا ما يصحش انزل 0، امسك 32، 32 وقع فين؟ 32 وقع هنا، 32 وقع هنا، هاخد مين؟ هاخد ال 1، 1 times 24 يلا نعمل لها minus، 2 minus 4 it can't be، ال 2 تبقى 12، ال 3 تبقى 2، 12 minus 4 equal 8، اعمل ايه؟ bring down ل 0، 80 80 divided 24 انا لسه ما وصلتلهاش في التيبل بتاعي. اوكي بس سهله انا ممكن افكر فيها، ايه اللي انا اعمله تايمز مع الفور يديني 0 في ال1 ال5؟ طب يبقى نعمل 24 تايمز 5، 5 تايمز 4 ايكوال 20، 20 0 كاري اب 2، 5 تايمز 2 ايكوال 10، 10 بلس 2 ايكوال 12، لا دي كبيره جدا. اوكي طب تعالوا نعمل ايه، هنعمل ايه بقى؟ لا مش هينفع كده، تعالوا ناخد رقم قبل ال 5، قبل ال 5 يعني مثلا ناخد 3، 24 تايمز 3، 3 تايمز 4 ايكوال 12، 2 كاري اب 1، 3 تايمز 2 ايكوال 6 بلس 1 ايكوال 7، 72، 72 قريبة جدا من ال 80،
يبقى انا هاخد نمبر 3 تايمز 4 اديني عاملاها ب 72 اعمله ماينس يبقى يتفضل عندي 8. طب انا هحتاج 13 باص 13 باص لا طب وال 8 لا يبقى انا هحتاج 14 باص هحتاج if the price of 1 كيلوغرام of meat 1 كيلوغرام من الميت من اللحمه 154.7 باوند what is the price of لو انا بقى عايز اشتري 2.5 كيلوغرام هعمل ايه ولا اي حاجه ده 1 بس انا عايز 2 يبقى اعمل تايمز هاخد الرقم ده اعمله تايمز مع الرقم ده وبعد كده احوش البوينت هنا واحوش البوينت هنا واعمل تايمز وبعد كده احط البوينت هنا البوينت هتبقى 1 وهنا البوينت هتبقى 1 يبقى البوينت الجديده هتبقى افتر 2 اعملوا يلا بقى تايمز لنفسكم نمبر 4 احمد هاد 310 باوند هي بوت 5 كيلوغرام اوف اورنج اند 8 كيلوغرام اوف ابل if the price of kilogram of orange الرقم ده and the price of kilogram of apple الرقم ده how much money does احمد have now تعالوا نشوف هو هيشتري هنعمل كده مثلا ادي الاورنج هو هيشتري ايه اورنج هيشتري 5 كيلوغرام من الاورنج ماشي طب الاورنج السعر بتاعه او البرايس بتاعه كام الرقم ده 6.25 وكمان هيشتري ابلز هيشتري تفاح هيشتري كام كيلو تفاح 8 يبقى ادي البرايس بتاع التفاح البرايس بتاع التفاح اهو 115.75 خلاص انا هعمل الاورنج تايمز واعمل الابلز تايمز واجيب النمبرز يلا بينا انتوا هتعملوها في البيت بقى عشان الفيديو طول جدا انا هعملها واقولها لكم بكام دي هتطلع 31 تمن البرتقال او البرايس اوف اورنج 31 2500 طب والابلز والابلز هتطلع 126 طب هعمل ايه هو دفع كام بقى هو بيد الرقمين 31.25 بلس 126 اجمعوهم بلس هو بقى دفع 157.25 عايز اعمل لها ماينس من الرقم ده قالت بقى بيقول لي ماتش هاو ماتش ماني داز احمد هاف ناو هو معاه كام من المبلغ طب هو كان معاه كام 310 اكتب 310.00 ليه يا مس عملت بوينت علشان اعرف اعمل سبتراكشن صح ماينس 157.25 اوكي يلا بينا نطرق نعمل سبتراكشن بس نغير لون القلم 0 ماينس 5 it can't be هستلف لها اعمل لها برو ما ينفعش دي تبقى 0 دي تبقى 9 دي تبقى 9 دي تبقى 10 10 ماينس 5 5 9 ماينس 2 equal 7 point 9 ماينس 7 equal 2 0 ماينس 5 it can't be دي تبقى 2 ودي تبقى 10 10 ماينس 5 5 3 2 ماينس 1 equal 1 يبقى احمد اللي فاضل معاه 152 and 75 hundredths اوكي يلا بينا نشوف وائل بوت 23 بن the price of 1 بن الرقم ده what amount did وائل بي هو دفع كام ولا اي حاجة هناخد الرقم ده نعمله تايمز مع ال 23 القلم الواحد القلم الواحد ب 235 هو اشترى 23 يبقى هعمل الثمن او البرايس بتاع الواحد في الكل نمبر 6 طبعا انتوا هتعملوها يعني ايه هتكملوها بقى انتوا a school has 25 class مدرسه فيها 25 class each class has 19 girl and 17 boy how many student does the school have كم عدد التلاميذ اللي في المدرسه جميل جدا انا عندي 17 بلس 19 يبقى انا عايزه اشوف عدد التلاميذ الولاد والبنات مع بعض يبقى 19 بلس 17 كم بقى 9 بلس 7 16 6 كاري اب 1 1 1 1 36 عدد البنات 19 عدد الولاد 17 في كل كلاس اوكي
انا عندي 25 يبقى هاخد ال 25 كلاس عدد الفصول هعمل لهم تايمز مع عدد الاولاد اللي فيهم هيطلع عندي عدد المدرسه. نمبر 7 ريحاب بود ا موبايل فون ات ا برايس السعر ده ثمن الموبايل شي بيت هي دفعت 800 باوند ان كاش كاش اند بيت ذا ريست ودفعت الباقي ان 40 ايكوال مانث على 40 شهر يا انستولمنت كالكوليت ذا فاليو اوف ايتش انستولمنت. اوكي هناخد الرقم ده اللي المفروض ده ثمن الموبايل 3200 هي دفعت منهم 800 اتبقى كام هنعمل لهم ماينس 0 ماينس 0 0 0 ماينس 0 0 2 ماينس 8 it can't be تبقى 12 وتي تبقى 2 12 ماينس 8 equal 2 سوري equal 4 و 2 10 اتبقى عليها 2400. طب هي هتدفعهم على 40 months يبقى هتدفعهم على 40 هقسم على 40 اعمل division على 40 اوكي سهلة جدا 0 مع 0 كأني بعمل 240 divided 4 240 divided 24 divided 4 فيها 6 و 0 divided 4 فيها 0 يبقى كل each installment او كل شهر monthly هتدفع 60 خلال 40 months هتكون كملت 2400. نمبر 8 واخر مسألة عندي عمر has 215 pounds and his sister فيروز عندها 4 times the amount of عمر. طب لو انا عايز اجيب فيروز عادي جدا فيروز بقى عندها 215 times 4 جبت منين 4 times من دي. طب واعملها 5 اعملها بقى اعملوها انتوا انا اعملها بسرعة عندها 860 فيروز عندها 860 and they want to distribute their money equally among the poor هم عايزين يفرقوا يا ده انت يا فيروز انت وعمر يعني ايه ناس كويسة جدا ربنا يبارك لكم عايزين يوزعوا الفلوس اللي ما بينهم على الناس البور الفقير so that each poor person is given 25 pounds calculate the number of poor احسب عدد البور دي مسألة جميلة ومركبة في نفس الوقت. طب فيروز عندها 860 والأستاذ عمر عنده كام؟ عنده 215 يلا نحسبهم هما كام معاهم ادي 5 617 822 10 عندهم هما الاثنين 1075 اوكي بيقول لي انا هدي كل واحد من الناس البور 25 كم عدد الناس اللي هيدوهم ولا اي حاجة غير ان انا هاخد الرقم ده اعمله divided by 25 اوكي طب انتوا اعملوها بقى في البيت علشان وقت الفيديو خلاص الفيديو الوقت بتاعه يعني ايه بيصرخ علشان اعرف ايه ان انا ايه ارفعه فهيعملوا distributed ل 43 اعملوها باي طريقة انتوا عايزينها بالاريا موديل بالبارشيال بالالجوريزم زي ما انتوا تحبوا يا رب اكون قدرت ان انا اجمع لكم كل افكار الماس جريد 5 اسيبكم في رعاية الله وفضله دمتم دايما طيبين وبخير ومتفوقين وموفقين جريد 5 باي باي مع السلامة.